Bonjour tout le monde. Lui, mashallah, la séquence 1, naissance et propagation des ondes, ah pardon, des messages nerveux. Donc, radinchoufou, qui fait les messages nerveux, les homa rasail la asabia, qui fait qui est nesho, yani qui fait qui est saoubou. Après ma qui fait qui est saoubou, qui fait qui est nesho. Hint fil khar, haya عندي واحد الرسالة اللي نشأت لي على مستوى الصبع ديالي. خاصها ما ماشي صافي نشأت ما غتفقدمو انما خاصها تنتشر سيتادير خاصها تمشي لو سيرفو دونك سي سا سو كون فا فوار دون سيت فيديو فوالا دونك لاكتيفيتي 1 متفقين دونك هنا كنشوفو كيفاش كتنشأ هذا لو ميساج نيرفو دونك في هاد لو دوكيومون شنو درنا شتينا واحد العين دونك سي تان دونك هنا كنهضر على ان اورغان دو سون واحد الحاسة اللي هي البصر و كنستيموليها يعني كنهيجها كنعطيها دي ستيمولاسيون فيزوال هاد لي ستيمولاسيون فيزوال سواء في لوبسكوريتي ولا في لا لوميير يعني في الظلام ولا في الضوء وكنشوف كن انغوجيستري دابا بهاد لاباري دونغوجيسترومون لاكتيفيتي ديال العين ديالي النشاط ديال هاد ليكترود متفقين لاكتيفيتي الكتريك كيف دايره دونك في لوبسكوريتي سي تادير في الظلام كتبان لي بلي لاكتيفيتي الي فابل باغ كونتخ في لا لوميير لاكتيفيتي اي تري ايلفي متفقين تري بيان دونك لا ميم شوز بور لو دوكيومون بي فوالا دونك لا ميم شوز بور لو دوكيومون بي عندي هنايا واحد اليد متفقين وهاد اليد كندير لها اون ستيمولاسيون تاكتيل ملي كنقول اون ستيمولاسيون تاكتيل يعني باغ بريسيون يعني كنقيس هاد اليد مثلا غادي نضغط عليها بحال هكا مثلا هادي راه سي اون بريسيون الا ضغطت غير بحال هكا وكنسجل لاكتيفيتي كي داير كنلقاها بحال هكا اما لو وركت وزيرت كنلقى لاكتيفيتي بحال هكا دونك سولون لا بريسيون دونك هنا ملي كتكون لا بريسيون فورت l'activité électrique est très élevée, mais que la pression faible, l'activité électrique, elle est aussi faible. C'est clair? Donc, là, ça dit là de la partie, je n'oublie rien que vous voulez. Les organes du sang, nous avons qu'ablin, les stimulations. Nous avons ils sont capables d'être stimulés, qu'un stimulum, à l'exemple de l'organe. Maintenant, le toucher, qu'un stimulé la pression, les reins, le dos, etc. Nous avons هاد لا ستيمولاسيون ايل بروفوك كوا ايل بروفوك ان ميساج دونك هذا راه سي ان ميساج هاد لا ستيمولاسيون تتعطيني واحد لو ميساج هذاك لو ميساج كي فا دونك فين نشا لي هاد الميساج هنا فين نشا على مستوى هاد لورغان دو سون مي ابري هاد لو ميساج il doit être transporté vers le cerveau يعني فين خاصو يمشي لو سيرفو متفقين فوالا Donc, on peut enregistrer une activité électrique si on place un électrode sur une fibre nerveuse. Donc, il y a de l'électrode, il y a une fibre nerveuse. Donc, je vais vous expliquer ce que j'ai à la moustawa de l'aide. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des récepteurs. Quand je vais vous expliquer ce que j'ai, je vais vous expliquer مستقبلات حسية. Donc, des récepteurs sensoriels. Je vais vous expliquer هاد المستقبلات الحسيه لي ريسبتور سنسوريال كاينين جوج الانواع كاينين وحدين ديال الضغط الخفيف دونك لا بريسيون فاب مثلا اون فوا كنقيس غير بحال هكذا راه كنحس بها دونك شكون اللي خدا لي هاد لو ميساج كي ا ايتي ستيمولي بار سيت اكسيون سو سون لي ريسبتور سنسوريال دو فابل بريسيون اما الا وركت بزاف ودخلات لداخل فغادي يستقبلوها لي ريسبتور لي كاينين شويه في العمق دونك هادوك لي ريسبتور ديال الضغط القوي اللي غادي نشوفو بلي فيهم انواع دونك كاينين لي ريسبتور دو باسيني متفقين دونك سي سون دي ريسبتور حتى هما سي كلير تري بيان دونك هاد لي ريسبتور متفقين هاد لي ريسبتور كيف شرحت لكم كيس كي فون ايل روسواف لي ميساج دو لي ستيمولاسيون باردون دو ميليو ou là de l'environnement où on vit. Donc, had les récepteurs qui استقبلوا ليا هذا الرسائل من الوسط اللي حنا عايشين فيه. دونك هاد العين استقبلت الرساله من الوسط فين كتشوف. كذلك اليد استقبلتها مثلا من قصد هاد الكتاب من هادي من هادي. اون فوا الميساج استقبلوه لي دونك هذا سي كنسميه كوربوسكول دو باسيني. اون فوا استقبل لي هاد لو ميساج
غادي يصيفطوا، غيصيفطوا اترافير كوا؟ اترافير ان فيبر نيرفو. دونك هاد الفيبر نيرفو هو اللي غيدي ليا كوا؟ غيدي لي لو ميساج نيرفو. دونك ديك الرساله ما غنسميهاش رساله واتساب ولا رساله ديال فيسبوك، غنسميها رساله عصبيه. علاش؟ حيتاش الهدف ولا فين غادا؟ غادا للسيستم نيرفو، تفقي الجهاز العصبي. دونك سميتها رساله عصبيه، ميساج نيرفو، مشات اترافير كوا؟ اترافير لو فيبر نيرفو. شكون استقبلها؟ استقبلها لو ريسيبتور سنسوريال اللي كاين في لابو، اللي هو لو كوربوسكول دو باسيني. سي كلير؟ تري بيان. دونك اون فوا مشى لو ميساج نيرفو اترافير لو فيبر نيرفو، حتى لين غيمشي في الاخر غادي يمشي لو سيرفو. علاش؟ باش لو سيرفو غادي يحل لي ديك المعلومه. باغ اكزومبل الا كنت انا موركه بزاف هنا وكتاثر لي على الجلد ديالي، غادي تجرحني، غادي هادي، اذا الدماغ، ماشي الدماغ بلوتو، انما لو سيرفو غادي يقول لي حيد يدك، صافقين، وغادي نحيدها لا اراديا. باغ اكزومبل حتى على شوكة غادي نحيدها لا اراديا. سي كلير؟ تري بيان. دونك سي اون بلاص ان الكترود سور اون فيبر، دونك الا شديت واحد الكترود وحطيته فوق هاد الفيبر، شنو نقدر ندير؟ سور اون فيبر نيرفوز رولي ان ريسيبتور سنسوريال اللي هو هذا، ان ميساج نيرفو اي دونك اون سورت داكتيفيتي الكتريك. اذا هاد لو ميساج راه فحالو فحال اكتيفيتي الكتريك. سي كلير؟ تري بيان. دونك دابا خاص نشرح لكم اون اوتر شوز. دونك دابا هنا شنو فهمنا؟ فهمنا باللي الحواس ديالي كيستقبلوا رسائل من الوسط الخارجي عن طريق شنو؟ عن طريق دي ريسيبتور سنسوريال. مثلا هنا في الجلده كانت الكوربوسكول دو باسيني اللي هو ان ريسيبتور سنسوريال. او نيفو دو لوي كان اون سيلول دو لا ريتين اللي حتى هي ان ريسيبتور. دونك كل بلاصه في الجسم ديالنا، كل بلاصه في الحواس ديالنا عندها دي ريسيبتور خاصين بها. ملي خاص تعقلوا وان كاينين دي ريسيبتور اللي كيستقبلوا ليا لي ميساج وكيصيفطوهم اترافير لي نير لي فيبر نيرفو. متفقين؟ تري بيان. دابا هاد لي فيبر نيرفو خاص نشوفوا كيفاش دايرين. متفقين؟ دونك فوالا لي نير. تري بيان. دونك لي نير اي لا كوندكسيون دي ميساج نيرفو فير لو سيرفو. دونك نشوفوا الاعصاب وكيفاش كيمشي الميساج حتى للدماغ ديالنا. دونك هنا نفضل انني نشرح لكم، نرسم لكم شويه هنا. دونك مثلا هذا هو الريسيبتور، كاين على مستوى اليد، غادي يستقبل لي الميساج، يصيفطو عبر هاد الفيبر نيرفو. هاد الفيبر نيرفو مع واحد الفيبر نيرفو اللي جاي من بلاصه اخرى، مع واحد الفيبر نيرفو اللي جاي من بلاصه اخرى، زيد واحد اخر، زيد واحد اخر، كاملين غادي يتجمعوا ليا في ان فيسو دو فيبر نيرفو. متفقين؟ دونك كيفاش غادي يتجمعوا ليا في ان متفقين؟ دونك غادي يتجمعوا ليا دون ان انفلوب لي كنسمي ان فيسو دو فيبر نيرفو. سي كلير؟ دونك كيتجمعوا كاملين حيتاش فيه بزاف ديال لي فيبر، هذا فيبر، هذا فيبر، اكسيتيرا، تجمعوا ليه. دونك هذا سي ان فيسو، وهذا لو فيسو كيكون واحد اخر فيسو حداه، واحد اخر فيسو، واحد اخر فيسو. دونك عندي بزاف ديال لي فيسو. سي كلير؟ سي كوم سا كومون هادشي الي اورغانيز، يعني ماشي داكشي كل واحد غادي بوحدو، حيتاش لو سيرفو ما غيوصليش كل واحد بوحدو، انما هما كاملين تيمشيو في طريق وحده. نتوما واش بغيت نقول شويه؟ داكا. مهم. دونك ان نير اي كومبوزي دان انصومبل دو فير دو فيبر. واخا زيد. دونك ان نير، متفقين؟ ان نير اي كومبوزي دان انصومبل دو فيبر نيرفو. حيتاش قبيله قلنا بلي شنو؟ بلي شنو عندي؟ سيستيم نيرفو سونترال و سيستيم نيرفو بيريفيريك. سيستيم نيرفو بيريفيريك كيتكون من لي نير، وهاد لي نير كي دايرين؟ دونك هاد لي نير، كل نير متكون بزاف ديال لي فيسو دو فيبر نيرفو. متفقين؟ دونك لو نير كي رولي ان اورغان دو سان باغ اكزومبل لوي او سيرفو اي ان نير سانسيتيف لي كيربط ليا هذا لي زورغان، لورغان دو سون اللي هو العين مع لو سيرفو، كيتسمى ان نير سانسيتيف. اون ليزيون دو نير
du nerf optique, les ions y a tqatta. Il a tqatta li le nerf optique, ntafrin chnou ghadi yitra, ma yebqach yechouf l'insan. علاش؟ Je vais vous expliquer comment. انا من كنشوف في الورقه هنا كنشوف هذا الكتاب نورمالمون راه ماشي اون فوا كنشوف كنعرف داكشي لا راه كيدخل ميساج من العين وكيمشي لهاد لابارتي هنا حيتاش هنا كاينه واحد لابارتي في لو سيرفو اللي خاصه بهاد بالشوف وكتحلل الميساج وعاد كندرك باللي شنو هذاك الشيء اللي كنشوف اذا الا تقطع هاد لو نير اللي هنا غادي يولي يدخلني الضو وغادي نشوف ما نعرفش راه اش كنشوف يعني انا كنشوف ولكن راه ما عارفه شنو داكشي حيتاش لو ميساج ما وصلش لو سيرفو فهمتوني كيفاش دونك هادي هي ليزيون دو نير اوبتيك دونك هنا هادي سي اون كوب كتوريني لو 1 اللي هما لي فيبر نيرفو اي لو 2 اللي هو هذا كامل سي ان انفلوب كونجوانكتيف يعني واحد الغشاء كيجمع ليا داكشي كامل دونك هادو سي سون دي كابيلار بيان سور كاينين دي كابيلار حيتاش اي حاجه فواصلنا لي كابيلار هاد لي نيرف براسهم باش يبقى هادشي كامل خدام خاصو دو لوكسيجين اي خاصو دو دي نوتريمون بور فابريكي بور ليبيري دو لينيرجي اذا خاص يكونوا دي كابيلار لي كيوصلوا لهم كلشي دونك بي سي ان فيبر فوالا اكسيتيرا متفقين تبعين معايا مزيان دونك لو دوكيومون 3 ترانسميسيون دي ميساج نيرفو du récepteur sensoriel au cerveau. Kifesh. D'abord le message, kifesh kimchi, mène le récepteur li huwa hada matalan corpuscule de Pacini, htel le cerveau. Kifesh kimchi, c'est la même chose kif shrahet lekom qbala. Donc, corpuscule li kif sbay, kenwerrek ali ki donc il est stimulé. Il a été stimulé par matalan la pression. Idan stqbel wahed le message. لي ديالي ما عارفه شنو داك الميساج وانما راه كيمشي داك الميساج عبر هاد الفيبر نيرفو كيتجمع لي مع دي فيبر اخرين كيكونوا لي واحد الفيسو وكيطلعوا كيكونوا لي ابري ان نير عصب هذاك العصب اللي طالع راه فيه بزاف ديال لي فيبر اللي جايين بزاف د البلايص غادي يمشي غادي يطلع لو سيرفو في لو سيرفو غادي يطرا التحليل ديال داك المعلومه متفقين اللي وصلت هي باش كندرك سي كوا ou là comment a été la pression, wesh faible, wesh forte, wesh douloureuse, etc. C'est clair? Donc plusieurs organes interviennent dans la sensibilité tactile, comme vous le tactile, il y en a à la qablams, des récepteurs sensoriels qui émettent des messages nerveux lorsqu'ils sont excités par des stimulus de l'environnement. Donc il y a des fibres nerveuses qui conduisent le message, les humains, ou il y a le cerveau qui reçoit le message. Donc, qui reçoit les messages li jayin min barra تقولوا لي لي كوربسكول اللي هما دي ريسبتور سنسوريال شنو كيستقبلوا لي هادو كيستقبلوا لي دي ستيمولو اللي هما مهيجات من الوسط الخارجي شكون كيلقل لي هاد الميساج ابري كينقلوا لي لو نير لعند شكون لعند لو سيرفو سي كلير دونك سي كوا ان ميساج سي ان انسامبل دو سينيو الكتريك Donc le message, واحد les signaux électriques ou chimiques qui se propagent au sein du système nerveux, les qui transitent dans le système nerveux. تفقين؟ بحال مثلا عندي واحد الكابل وغادي فيه الضو الوسط. Donc ديك الضو هو الميساج وخاصو يوصلني انا باش يشعل لي البوله. متفقين؟ Donc la même chose كاين هنا. Donc un récepteur sensoriel et la rétine. Donc ما شرحت لكمش la rétine قبيله. Donc la rétine est l'organe sensible de la vision. دونك لا ريتين كاين في العين ديالنا لداخل هو المسؤول عن العمليات عن الشوف سي اون ماس كوشي واحد الطبقه رقيقه كاينه لداخل دو لا سيلول كاينه في فوق في المومو الكحل دونك دو سيلول سيتوي او فون دو لو دونك كاينه في وسط العين تفقين دونك فوالا سينا الفيديو ديال اليوم شفنا فيها كيفاش هذا لو ميساج كينشا وكيفاش كينتقل من كينشا فينا بلاصه من كينتقل شكون كينقلو فين كيوصل لو سيرفو سي كلير دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو الى عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك و بارطاجيه افيك فوز امي اي نشوفكم دون اون نوفيل فيديو السلام عليكم